إذا معنا على الهاتف صعيدي آخر، الصديق العزيز والكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء الخير يا إبراهيم، ومساء الخير على سيادة النائب الصديق العزيز دكتور محمود السلام. أهلا بك يا أستاذ عماد. تحياتي وتحياتي المهندس عدلي. يا أهلا 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 يا باشمهندس، تحياتي ليكم، كل سنة وأنتم طيبين. أنا لسه كنت بقول للدكتور محمود إبراهيم قاعد في ملقف صعيدي. أسيوط وسوهاج. أيوه. فحبينا نضغط عليه بالثلاثة. وأنا بعتز بهذا جدا، لأن الحقيقة كل الناس نماذج محترمة وراقية، لكن يعني اشترك معانا كده في الحوار. احنا عمالين نتكلم على الكره المصريه واصلاح الكره المصريه والشان الكروي، واذا كان عندك اي حاجه عايز. زمالك بيشجع اليد بطل يشجع الكوره. مين بيشجع يد بطل يشجع الكوره؟ عشان زملكاوي. يا استاذ محمود، بشجع القدم وبشجع الفريق بطل الدوري الاخير، اخر دور كان الدوري. طيب يعني كل خمس ست سنين هتشجع؟ ما ماشي، وبعد كده تقلب على لعبه فرديه. خلينا في الحاضر، نحن ابطال الدوري لحد هذه اللحظه. مؤكد. ما هو الاستاذ محمود هيقول لك هو بطل افريقيا اللي انت ما توعاش على اخر لقب انت خدته. كان بيناقشني واحنا في كاس العالم للانديه، يقول لي يعني حد يضيع وقته ويروح بتاع. قلت له يا عم انتوا مالكم، انتوا ايش عرفك انت الكلام ده؟ دي بطوله حاجات انتوا ما تعرفوهاش. انا مش هرد على هذه المغالطات، ونتكلم عن المنتخب احسن. طيب ايوه المنتخب بيجمع. قول لي، كنت بكلم الدكتور محمود في حته المشاكل الكوره دلوقتي، وكل اللي بيتردد عن فكره اصلاح الكوره. انت كان ليك مقاله الحقيقه موضوعيه جدا، هل فعلا كنا نستحق ان نعدي على حساب السنغال؟ انت رؤيتك الموضوعيه ايه فيها؟ اولا انا متفق، يعني انا سمعت جزء من الكلام اللي قاله محمود شويه، وفيها جزء صحيح، ان احنا مش معقول كل ما نتغلب ماتش نغير الدنيا ونعيد تكرار نفس الكلام. في جزء شكلي او جزء مؤقت وجزء يعني دائم وجزء استراتيجي. الجزء الدائم هو ان احنا عندنا عيوب خلقيه متعلقه ببنيه الرياضه في مصر. انت ما عندكش منظومه كبيره، ما عندكش قاعده ملاعب كثيره، ما عندكش رياضه في المدارس، ما عندكش ساحات لعب كثيره للناس. فكل ده اللي انت ما بتفرغش عدد كبير، رغم ان انت عندك مواهب كثيره جدا في مصر. فبالتالي علينا ان احنا نعتمد على جزء متعلق بالمدى البعيد، وهو اللي يبقى انت عندك قاعده عامه كثيره جدا بتطلع وتفرغ لاعبين وتنم راحه نمره اثنين، يبقى عندك ادارات جيده. واتمنى حقيقه، رغم ان انا زملكاوي، لكن طول الوقت بقول ان الاهلي يتميز باداره مستقره تلعب دور مهم جدا في ان هو بيفوز وبيحصد بطولات كثيره بسبب الاستقرار الاداري. في جزء وقت يا عماد باشا والنبي ما تحدفليش كلمه كده في النص، وكان الاستقرار وكل حاجه، الاستقرار واستقرار مؤسسي مش في الافراد، انك يبقى عندك نظام مؤسسي. فهنقعد نقول الاستقرار، على فكره المريض بيبقى في حاله استقرار وهو مغمى عليه، فالبقاء على حاله مستقره في هذه الحاله مش صح. هو الاساس ان يكون في عمل مؤسسي. يا كلمه الاستقرار ما اقصده بيها يا باشمهندس عدل هي ان يبقى في مؤسسه شغاله مش افراد. ايوه كده، يعني هذا مقصوده هو عموما. يعني انا معاك. بالتالي الاهلي يتميز بهذه الميزه. ففي جزء زي ما احنا اتكلمنا متعلق بالتخطيط على المدى الطويل، وده بيحتاج جهد وعمل واصلاح الاخطاء القاتله، وان احنا نشتغل صح وما نغيرش كل لحظه. وفي جزء ثاني اللي هو الجزء الوقتي، انه هل المشكله في كيروش ولا مشكله في مدرب ولا اسم ولا لعيبه. احنا للامانه يعني من يراقب الثلاث ماتشات اللي احنا لعبناهم قدام السنغال، احنا كان ادائنا يعني الناس اجتهدت في اطار امكانيات، لكن ما عندهاش اكثر من كده. مستوانا سيء، مستوانا يعني ايضا عشان ما حدش يفهمني غلط، كان في ارهاب وفي شحن معنوي وفي اخطاء كثيره، وربما الحكم يكون ارتكب. لكن هل لو احنا كنا جبنا جون وفزنا او وفقنا في ضرب الجزاء كنا هنتكلم عن كده؟ اظن لا. فبالتالي في عندنا مشكله لابد ان احنا ناخد بالنا منها، ان احنا نصلح اصلاح حقيقي. وبالمناسبه دي مش مشكله الرياضه، ما ده موجود اللي بنقوله على التعليم واللي بنقوله على الصحه، احيانا بنكرره بنفس الطريقه عن على الرياضه. وبالتالي علينا ان احنا مره ثانيه يعني اقدر حاله الغضب والحزن والحاجات زي كده، بس عايزين نجرب ان احنا نطلع تصحيح بجد من القاعده من تحت، نشوف الاخطاء اللي احنا بنوع منها ايه. احنا شفنا يعني تاثر رجعي
لما كان في فريق الاهلي قوي جدا في الفتره بتاعه 2005 2010، هو كان العماد الاساسي للفريق القومي اللي كان بيفوز بثلاث بطولات افريقيه متتاليه. فده جزء، يعني في حاجات واضحه، فعشان ما نكررش ونضحك على الناس ونقول لهم حاجات واحيانا قد يشبه ان احنا بنصبرهم والماتش هيتعاد والماتش مش هيتعاد، يعني نتمنى طبعا يتعاد وناخد حقنا، بس دي مش دي القضيه اللي احنا بنعاني منها. احنا بنعاني من مشكله هيكليه تتعلق بحاجات متراكمه جدا جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين وتحياتي. يا حبيبي دائما بنسعد بيك والله يا استاذ عماد. الله يخليك، يعني انا طبعا بحبكم انتوا الثلاثه حبه حقيقه، بس بختلف معاكم انتوا اهلاويه. ما هو ده جمالنا في الخلاف اللي هو فيه حب يعني. ربنا يسعدكم يا رب دايما ويسعد كل المصريين. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الاستاذ عماد الدين حسين.